بالله يا إلي، أنا أنا ما بعرف عن الناس، أنا بحكي لك عن تجربة. نعم. أنا تجوزت عمري ما كان موصل 20 سنة، أمي كانت مريضة بالسرطان، وأنا كنت من النوع الفالت يعني الطايش. نعم. لكن لازم يعني لازم نجوز إبراهيم، فقال يعني، وحتى ما كان معهم فلوس كمان عشان تكون عارف، يعني حتى جيستي كانت دين على أبوي وأمي كمان، بس أمي قالت لازم يتجوز، وأنا كنت أحب وحدي بنت عمتي، وقلت لها أنا يعني إذا بتتجوز ما بتجوز غيرها، إذا في غيرها بديش. نعم. قالت لي خلص، قامت والله وهي على العكازي، أمي مريضة سرطان وكانت بآخر مراحلها كمان، وقامت على العكازي وراحت طلبت بنت عمتي، وأبوها رفض رفض، قال شو أجوزها لإبراهيم؟ كيف يعني، كيف يعني مين إبراهيم؟ شو بيشتغل طب إبراهيم؟ شو بيساوي؟ شو هذا أنت؟ قالت له هسه يعني ما في مجال، أنا بدي البنت، أمي كانت تحكي له بدي البنت يعني إلي أكثر من إبراهيم، خلص بدي إياه، لأني عارف إنه أنا ما بدي غيرها، ما راح أتجوز إذا حكوا لي حدا ثاني. شو كان شروطه طيب الأب؟ كان يعني يعني وكان ما في يعني الشروط، كان إنه تجيزي ما الخطبة ما تطول أكثر من شهر، ما في مجال أكثر من شهر، والمهر يدفعه كامل مقدم. طب ما أنت ما كان بقدرتك إنك، ولا كان معي شلل، شوف لوين شلل ما معي بصراحة، يعني ما بحكي لك هذا، وطلب المهر مقدم. نعم. أمي المحبة اللي كان يحبوها العيلة لأمي الله يرحمها، الله يرحمها، لا توصف، لا توصف، حتى البنت يعني حتى مرتي كانت تحب أمي محبة لا توصف، يعني كانت هي موافقة علي، السبب الرئيسي أمي محبتها لأمك، محبتها لأمي، هي مرت خالها يعني كانت تحبها كثير، وسبب يعني موافقتها علي أنا، وحكت لأبوها بدي إياه وحط الشروط، كان السبب الرئيسي أمي. نعم. ولما طلب المهر كامل احتاروا إيش بدي يعملوا إيش بدي يساووا، برضو أمي تحركت ولمت، يعني كانت لمت العيل كلها، كل الكبار لمتهم وراحوا عليه على البيت وحطوه يعني تحت الأمر الواقع، وبدك توافق، قال أنا وافقت بس غير يعني غير بيدفع المهر مقدم ما في، كان مهرنا والله ما أنا متذكر يعني يوميتها 2005 مش عارف 2000 دينار كنا طلب أو 2500. نعم. عمتي كانت مقتدرة، حكت لها أمي، قالت لها أنا مهره عندي إبراهيم بس كيف تكون ترجع لي، قال من نقوطه من سدكية. نعم. من نقوطه من سدكية، وقالت عمتي خلص على طول دفعت المهر كامل، عمتي اللي يختبون دفعت المهر كامل وكتبنا الكتاب، وبعد تقريبا 21 يوم، ما بعرف يعني بحكي لك، أجوا حكوا لي حجزنا الصالة، أمي قسمت البيت نصين، حطت لي سكنت بغرفة واحدة، ما بعرف كيف حتى الصالة بعرفهاش، ما بعرف كيف ساوي البرادي مع بعض، المهم قالوا لي عرسك يوم الجمعة، وروحت على العرس وطلعت مش فاهم إيش جيزي، بحكي لك الجد ما مش أطبق 20 يعني، أنا خلص بحب البنت هاي وجوزوني إياها. نعم. وتجوزنا وقعدنا ببيت واحد أنا وأبوي وأمي. طيب هون إبراهيم من بعد ما تزوجت أنت عقلت؟ خليني أكمل لك، ما أنا قلت شو صار بعد ما تزوجت، قصة كبيرة، ما هذا صبر 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 المرأة على الرجل أكثر من الرجل على المرأة. أنا بعد شهرين من جيستي توفت أمي الله يرحمها تعيش، أبوي بعد 40 يوم تجوز وحدي كمان، ما بقدرش نعيش ببيت واحد. صح. طب أنا كم راتبي؟ راتبي 130 دينار كان أيامها، كنت موظف، موظف راتبي 130 دينار. نعم. أبو قال اطلع من البيت خلاص مش مجال، يلا اطلع، طلعت من البيت، استأجرت بيت ب70. طب يعني ما في مرة أعطيني مرة أو بنت ترضى بالحكي هذا، استأجرت بيت ب70 شو ضل من راتبي؟ ما ضل إشي، كان يمر علينا أيام والله إنه ما في خبز بالبيت والمرة بالبيت. والله العظيم إنه بقيت كمان من الضغط اللي أنا فيه أطلع مع الشباب العاطلين مثلا أشرب أشرب أسكر، شوف لوين أسكر، أروح على الدار سكران والمرة صابرة. إيه بعديها كمان يعني المرحلة كمان جت لي بنت فورا، بنتي الحمد لله رب العالمين اليوم اليوم طبقت خلصت 17 سنة فاتت من 18 بنتي توجيه، الله يخلي لك إياها، الله يسعدك. صار مشاكل، صار مشاكل كثير عندها، وصرت أنا زي تحدي تحدي، إن حبست شوف يعني بعد كل هذا انحبست، بعد ذهباتها وطلعتني
اقسم بالله العظيم اللي ما بحكي غير الصح. ولو بطلع يعني لو شو شو ما اقدر اعمل لمرتي في الوقت الحالي ما بحكي لا. الناس تستغرب يعني كيف بقول يعني من وين جابت الصبر هذا ومن وين عملته ما بعرف. ضربتها في واحد في بنت هلا تنضرب أبدا. ضربتها اقسم بالله صبرت علي وظلت تعمل معي وتساوي تكبرت بشغلي وصرت بفضل من الله مسؤول الشركة كلها والشركة بالأردن معروفة كمان. نعم. وصار إلي اسم وبنيت بيت وشريت سيارة. أول ما شريت السيارة شريت فورد فيوجن وقيمها ب15,000 دينار. قلت له والله ما بتنحط السيارة غير باسمك. الناس صار يفكروا إنه حط إبراهيم حط السيارة باسم مرته إنه إيش خوف ما ينحبس أو عليه ديون. أقسم بالله السيارة ما هي مرهونة ومن تحويشات مرتي شرينا السيارة. قلت لها غير تتسجل باسمي. قالت لي ما بدي إياها. قالت لي ما بدي إياها روح جيب السيارة. قلت لها ما بشتريها إلا تتحطيها باسمك. والحمد لله رب العالمين أعطانا ربنا بنتين وولد ولاد من أوائل في المدرسة. نعم من أوائل في المدرسة. بيتي عايش فيه بحكي لك إشي خلتني أصل مرحلة مش عارف أنا زعلان كيف بدي أرضيها مش قادر. يعني الدين اللي علي أقسم بالله ماني قادر فعليا. يعني فعليا إبراهيم الفضل بيعود لهالمرأة. نعم. هالمرأة اللي صبرت اللي تحملت واللي وقفت جنبك لرجعت بنيت نفسك. فضل من الله فضل من الله. ثم زوجتي أقسم بالله هي اللي عملتني. أقسم نعم. بالله يا ناس هي اللي وقفتني على حالي. أنا ما بحكي للإسلام أنا بحكي للسيدات للنساء. هم بيقولوا إنه إيه شو هذا صبر على سل واحد. إذا أقول لك شغلة إذا أزعل أبوها بتصير حرب بطلق بصير طلاق. والله العظيم ما كانت ترضى تصل دار أهلها وزعليني فيها وأنا نايم بالبيت. ما كانت ترضى في رمضان تروح تفطر عند أبوها وإمها إلا وأنا معها. نعم. والله إني ما أقول غير الصح. صلاة الصبح إني بصحى من النوم أمرات أكون صاحك على غفلي على دار الجامع جبنة. أقسم بالله صلاة الصبح على موعدها عمرها ما قطعتها. يعني فعليا يعني نرفع هالقبعة لهالسيد الفاضلة